التقى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة بضباط وأفراد فريق البحث والإنقاذ التابع للحرس الملكي بقوة دفاع البحرين. نعم، جاء ذلك أثناء عمل الفريق في منطقة هاتاي جنوب تركيا في مهمته الإغاثية الإنسانية عملية سواعد الغيث للبحث عن الناجين والعثور على الجرحى والمصابين والضحايا من تحت الأنقاض في المناطق المتضررة من الزلزال في تركيا، بمتابعة مباشرة من سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي. أعرب فخامة رئيس الجمهورية التركية عن تقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه لما أبداه جلالته من مشاعر صادقة، سائلا المولى تعالى أن يحفظ مملكة البحرين وشعبها من كل مكروه ويديم عليها الأمن والرخاء والتقدم. كما أعرب فخامته عن جزيل شكره على تضامن مملكة البحرين حكومة وشعبا مع الجمهورية التركية في تجاوز هذه الكارثة الطبيعية. يتعامل فريق البحث والإنقاذ التابع للحرس الملكي بقوة دفاع البحرين الذي يعمل على مدار الساعة مع أنقاذ المباني باحترافية عالية، وذلك حرصا منهم على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة خلال عملية انتشال الناجين واستخراج الضحايا والجرحى والمصابين العالقين تحت الأنقاض في المناطق المنكوبة.